هيدي اللي تفكها. شوفي عندك هون تلزيق تحتها صح تبات. التلحيمات عادة بيكونوا شوي أسماك تلزيق بتقشروا بالحرارة، حرارة ما بدها تكون عالية بالبداية. يبقى يحلحل تمام. ما بلاش نشرح البول كمان، بنحط له فلاكس شي كرمال يدوب اسرع. تلزيق ما له علاقه، هذيك هذيك بيدوبوا بسرعه يعني ما فيش مشكله. كيف؟ طيب هلا انا هون لحتى ما ياخذوا وقت كثير شو بعمل؟ طعمهم بالقصدير. القصدير العادي وهون بس هيك ل مثل دعايه لجماعه كاردانو، لان هذا هاو جيبوه. هذا اللي بلاحظه في عنده شو اسمه الذوبان، يعني درجة حرارة الذوبان كتير منخفضة اجمالا منخفضة، بينفع للفك دغري. لاحظ انا دغري بدور بيسهل عمليات الفك. فك الاي سي، الراس بده يكون العريض. هلا انا هون شو حاطط الكبير الوسط بس هو الافضل عريض. هون تنطر لحتى يذوب القصدير، حتى يذوب القصدير بتقلب بدنا نفوت تحتها ونقبها. بهالشكل تمام. شايف كمية ال تلزيق تلزيق وما فيك انت تخلعها الا ما يكونوا هيدول دايبين صح. طبيعة الحال انت ها بدك تشيل هيدي طبقة التلزيق، لك طبقة قوية يعني منا ممكن تأثر على البر. طب بس الحرارة اجمالا بينفع فيك انت اوقات فيك ممكن تستخدم، بس انا ما استخدمتها هاي هاي الشفرات اللي هون هيدي بتقلب فيها، هي بتفوت تحت الاي سي صح. تمام هات لنشوف الواحد. هاي فيها تفوت تحت الاي سي طلعها بسهولة. تمام بس انا استخدمت الملقط لانه عند الكل بيكون مفروض. Thank you.